تتعلق نعم بتاريخ تونس المعاصر وتتعلق أيضا ب 89 أبريل نعم المظاهرات التي خرجت في تونس في 8 أبريل ثم المذبحة التي صارت يوم 9 من شهر أبريل ويومها بدأ نشيد الثورة والذي صار النشيد الرسمي حماة الحمى نعم وأضيف البيتان إذا الشعب يوما أراد الحياة يوم 9 من أبريل باقتراح من المرحوم المنجي ستيم نعم هذا صحيح سيدي إن شاء الله يولي يحفظ الذاكرة الوطنية وخاصة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي ويولي مزار للتلامذة والطلبة والمواطنين لشحذ الهمم نعم. ولتقوية الروح الوطنية وليعرفوا أننا لا تاريخ ولا تضحيات نعم. وما وصلنا إلى هذا إلا لأن هناك من استشهد في سبيل هذا الوطن ومن استشهد في سبيل الاستقلال ثم في سبيل الحرية والكرامة والحمد لله تعالى ودماء الشهداء لن تذهب هدرا أبدا نعم سيد الرئيس واستقلالنا واستقلال قرارنا فوق كل شيء نعم سيد الرئيس هناك صور نعم هذا الجزء القديم أرد أن نحافظ عليه الواقع وفيه نوع من الجمالية في العرض والمعطيات اللي فيه فيها إجماع وطني يعني ملخص لتاريخ تونس منذ بداية الحماية من معاهدة باردو زحف قوات الاحتلال الفرنسي على البلاد التونسية بعد مظاهر المقاومة المقاومة المسلحة الأولى سنة 1881 إلى سنة 1883 وحتى قبل توقيع المعاهدة المشؤومة معاهدة باردو كانت هناك مقاومة مسلحة في الغرب الشمال التونسي نعم. ثم التقى عدد من القيادات بالقيروان بعد شهر نعم. ميعاد القيروان نعم القيروان نعم. واتفقوا على المقاومة المسلحة للاحتلال دون هواف نعم إذن المقاومة الأولى كانت ردة فعل عفوية وستليها في الخمسينات مقاومة مسلحة منظمة هي اللي قادها جيش التحرير الوطني واللي هي الميدان هذا سيد الرئيس كان ميدان رمي لقوات الاحتلال وهنا وقع إعدام المناضلين والشهداء يعني هذا فضلا عن المذبحة التي صارت أمام المحكمة نعم نعم يوم 9 من أبريل وخرجت مظاهرتان أحد المظاهرتين قادها المرحوم المنجي ستيم والمظاهرة الثانية زعيم الشباب التونسي المرحوم علي البلهواني نعم إذن هذا ملخص لمسار الحركة الوطنية من انطلاق الشرارة الأولى كما تفضلت سيادتك قبل إمضاء المعاهدة المشؤومة من شهر أبريل تقريبا بدأت المقاومة بدأت المقاومة نعم. بالضبط في الشباب بالإمكانيات المحدودة نعم ولا وجود لا لشبكات التواصل الاجتماعي ولا شيء تنادوا كلهم من أجل تحرير تونس من الاستعمار ثم تجمعوا في القيروان في ميعاد القيروان بقيادة علي بن خليفة النفاتي الذي جمع القبائل التونسية الكل تحت راية الجهاد في سبيل الوطن ومن هناك انطلقت المقاومة لكن المقاومة انطلقت أيضا في عديد المدن الأخرى بصفة تلقائية ضد الاستعمار نعم يعني هناك العديد من التواريخ الأخرى الجديرة بالذكر في كل مقام لأن التونسيين كلهم تنادوا وكلهم حملوا السلاح بما أمكن لديهم العدة كانت محدودة في وجه جيش منظم ولكن كانت الإرادة في التحرير منذ البداية والحمد لله استقلت تونس وستبقى إن شاء الله مستقلة أبد الدهر إن شاء الله ودورنا سيد الرئيس والمحافظة على الذاكرة الوطنية على اللي هي جزء من الهوية متاعنا واللي شبابنا مواطنين لازم يعرفوها ولازم يمروا من هنا وإن شاء الله يولي مفتوح للعموم نعم يولي مزار باش الناس كل تشوف وتاخذ تقف على الحقبات هذه كلها الحقبات التاريخية اللي تفتخر بها تونس نعم هذه رسالة علي بن خليفة اللي هو كان عامل نعم. عند البي ولكنه خرج على البي لأنه عرف أنه البي تخاذل وخان الوطن خان الوطن, خان الوطن. نعم. في لما وقع معاهدة الحرية لم تكن له الرغبة ولا القدرة لا بالرغم خان الوطن بالرغم تنبيه وأنه لا يمكن القبول بهذه المعاهدة ولكن خيان الوطن ووقع ما سمي بمعاهدة باردو ثم بعد ذلك المرسى التي أرادت فيها كلمة الحماية ولكن استعمار
استعمار. نعم نعم هذا. هناك أيضا العديد من المحطات الأخرى. نعم ما شاء الله وتوثق كلها بالنسبة للمحطات الأخرى في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وهناك من استشهد في العديدون الذين استشهدوا في سبيل تحرير تونس وفي مواجهة الاستعمار بالإمكانيات التي كانت متاحة ولكن بإرادة أقوى من الإمكانيات الموجودة. نعم سيد الرئيس هي المقاومة لم تهدأ من أفريل 81 نعم. حتى الاستقلال حتى لكن ثم فترات تهدأ شوية نعم. تنظم وتعاود ترجع يعني كنشوفوا بداية ولكن الإرادة مستمرة مستمرة. نعم الخيط الرابط الرابط هو الاستقلال والحرية هذا الخيط الرابط رغم عن جهية الاستعمار وقوة السلاح وكل ما ظهر القمع اللي صار في تونس كنشوفوا من أواخر القرن التاسع عشر حركة الشباب التونسي والجرائد حركة الشباب التونسي في بداية القرن العشرين نعم. ثم أيضا الحركات التي تنظمت في الخارج في الشرق نعم. في القاهرة في دمشق وكانت نعم. هناك مطالبات في ذلك الوقت في جنيف هناك من طالب بإعلان الجمهورية في تونس لجريدة المغرب التي كانت تصدر في جنيف طالبوا بإعلان الجمهورية في تونس نعم. وكانت حتى الإعلان عن استقلال تونس يوم 20 مارس 56 بعد 5 أيام فقط تم انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي وكانت الورقة الأهم هو أن يتم الإعلان عن الاستقلال من جانب واحد لذلك الفرق بين عيد الاستقلال وتاريخ تنظيم الانتخابات هو 5 أيام فقط و تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة كان سيتم الإعلان عنه من قبل المجلس القومي التأسيسي حتى يواجه المستعمر بمفاهيمه تريدون الشرعية الشعبية هذه الشرعية الشعبية لإعلان الاستقلال نعم وبتبيع أحداث الجلاز أحداث التراموي نعم خلال الحرب العالمية الأولى أحداث الجنوب الشرقي نعم. وتتواصل محطات النضال يعني إلى آخر حتى الجلاء حتى 63 حتى 15 نعم. أكتوبر 63 حتى الجلاء الزراعي جويلية 61 نعم. ثم الجلاء 15 أكتوبر 63 نعم. ثم الجلاء الزراعي وهذا أمانة تونس أمانة واستقلالها أمانة وسيادتنا الكاملة أمانة ولا يمكن أن نفرط في حبة رمل واحدة ولا في قطرة ماء واحدة من سيادتنا نعم سيدي بعض اللي وقع إعدام الناس سيد الرئيس الشهداء اللي تم إعدامه في هذا المكان على شو سيتا ليو دو ميموار متحف ذاكرة لأنه يعني على عين المكان استشهد هؤلاء الرجال داري الحامي أيضا كان ينظم في عديد الاجتماعات في تونس العاصمة ومن بين المطالب في ذلك الوقت المطالب الشركات الاقتصادية تشبه الشركات الأهلية ثم بعد ذلك تم نفيه إلى الحجاز وكان متحصل على شهادة في العلوم الاقتصادية من ألمانيا عبد العزيز الثعالبي يا شيخ عبد العزيز الثعالبي والحادثة التي حصلت للشيخ عبد العزيز الثعالبي كان ألقى محاضرة بالمغرب الأقصى حول الحرية في الإسلام ثم عاد إلى تونس وبعد عودته إلى تونس تم تلفيق تهمة له بالزندقة في الحلفوي وتم توجيه شخص من المعارضين في ذلك الوقت يعتدي عليه ثم لتلفيق التهمة للشيخ عبد العزيز الثعالبي وثائق القضية موجودة في الأرشيف الوطني وفي عدد من الصحف التونسية نعم. لذلك كتب روح التحرر في القرآن الكريم نعم. ونحن اليوم أيضا في معركة تحرير نواصل التحرير تلو التحرير حتى نبلغ الحرية التي يرجوها الشعب التونسي كله ونبلغ العدالة التي يتطلع إليها الشعب التونسي كله محمود الماطري أصفر ديبا لحد ديبا ديبا طالب الحزب الدستوري سنة 33 سيد الرئيس احنا كل ما نعرضوه هنا موثق برلمان تونسي وانتخبوا بالاقتراع العام
يملك حق وضع منهاج أعماله وتكون له كامل السلطة التشريعية. حكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان، هذه من بين المطالب. وهناك العديد من النصوص الأخرى أيضا المتعلقة بالتنظيم السياسي في تونس، منها ما ورد في كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ومنها ما ورد في عديد الصحف التي كانت تصدر سواء في تونس أو في الخارج. المرحوم البحري جيجا كان من أول من وضع أطروحة دكتورة تتعلق بالأحوال الشخصية. المؤتمر الخارجي ومحاولة تنصير البلاد زامن مع الذكرى 50 احتلال تونس والذكرى 100 احتلال الجزائر. أنا في الواقع كترى الوجه والنفاق، مرة يطالبون باللايكية وكانوا يطالبون باللايكية، فلماذا نظموا المؤتمر الفخارستي في تونس؟ ولماذا وضعوا أيضا التمثال الكاردينال لافيجيري أمام البحر في مدخل المدينة العتيقة؟ وهذه العديد من الكتابات اليوم أن تنشر حتى نذكر الكثيرين بجماعة عموم العمل التونسي وماذا قامت به الحركة النقابية في تلك الفترة في تونس، وكيف ظهرت وكيف كانت مطالبها في تلك الفترة، مطالب متقدمة جدا ومطالب بالفعل تعبر عن إرادة العمال بالعدالة الاجتماعية. ذكرت منذ قليل محمد علي الحامي رحمه الله، ولكن هناك العديدون من الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن حقوق العمال في تونس. هذا ما يسمى بالاعتصامات. اليوم كانت هناك اعتصامات في ناشبة بتزيرة، والخطب التي ألقاها محمد علي الحامي وذكرها بعض الكتاب للأسف لم توثق كما يجب، خطب تاريخية ويفترض أن تدرس أيضا حتى في المدارس. هناك العديد من الفقرات التي وردت في كتاب الدرعي الذي وثق بعض الخطب ربما منقوصة، ولكن هناك لدي صورة في الأرشيف الخاص تونس للتونسيين ومعبرة جدا، وهناك العديد من الصور الأخرى التي أحتفظ بها و تتعلق بالحركة الوطنية وبالحركة الفكرية وبالحركة المطالبة الدستور للتحرر من الاستعمار بمفاهيمهم وبأدواتهم القانونية. طالب التونسيون أن يطبقوا ما قبلوه لأنفسهم، ولكن غلاة الاستعمار، ولكن غلاة الاستعمار من بين الكارنيار هذا كتب في التونسي فرانسيز، ويمكن لأن جمي فرانسيز التونسي تونس للتونسيين، قال une constitution a laissé mourir، هكذا يعني العنوان une constitution a laissé mourir، تريدون الدستور دعوني أضحك. برنامج الأول بعد تأسيس الحزب الحر الدستوري ثم البرنامج، وورد تعديد من التفصيلات أيضا في كتابه الشهير تونس الشهيد. نعم، صورة شباب مطالب حركة الشباب التونسي ضمن جريدة التونسي التونسي. جهاد المقاومة، الشعر، دور الشعر الشعبي في شحذ الهمم، دور الشعر الشعبي. نعم، وأيضا درست الشعر الشعبي الجانب السياسي، وكانت هناك العديد من القصائد الشعبية. نعم، بالملحون، ولكن كانت هناك في الشعر الشعبي الذي يعبر عن ضمير الشعب وليس عن ضمير النخب. نعم نعم، في التحرر. نعم، وهذه القصائد بالفعل حرية بأن تكون موضوع درس. هناك القصيدة تم منع من البي، والبي يبعث المناشير للجهات الرسمية بقبول الحماية، معناها دعوة للخروع ودعوة للاستسلام. للاستسلام بقى
تحقيقات النخبة في بلاد. ومن يريد اليوم الخنوع والاستسلام وأن يرتهن إرادته للخارج فليس منا. نعم. تونس التونسيين. هذه كانت تذكر في كل مكان. والله بصراحة. وللأسف يعني تم التعتيم على عديد المحطات التاريخية الهامة. حتى الجمهورية في وقت من الأوقات كانت هناك مطالب بإعلان الجمهورية في جامعة الزيتونة نفسه. في الواقع لم تكن الكلمة معروفة في اللغة العربية الجمهورية، حتى أن ابن بضياف يتحدث عن الملك الجمهوري، خير الدين يتحدث عن الريبوبليك، لم يجد المرادف لكلمة الجمهورية. ولكن بدأت الملك الجمهوري في الواقع لأنه تحدث عن تجربة الديوان في تونس، وهناك اتفاقية بين تونس وفرنسا اعتبرت فيها فرنسا تونس الجمهورية في فترة الديوان، ليس الجمهورية التونسية، جمهورية تونس هكذا بالحرف الواحد في أحدى المعاهدات التي أبرمت بين البلدين التي تتعلق بتبادل الأسرى في تلك الفترة في بداية القرن 18، الاتفاقية بين مملكة فرنسا وجمهورية تونس، حتى أن البعض كتب عن جمهورية تونس، ولكن لم يجدوا لها مرادف في اللغة العربية، ولم تدخل إلا في بداية القرن نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. حتى الإعلانات، هناك إعلان تذكره بالكلية، نوع من القماش، قماش عنبرجيز في سوق القماش، سماه الدستور، موجودة في قاعة الأسير. أنا لقيتها في الرايدر الرسمي التونسي في ذلك الوقت، لأنه بدأ الرايد التونسي ثم الرايد الرسمي التونسي، وكانت تنشر فيه الإعلانات التجارية، ومن بين الإعلانات التجارية إعلان يتعلق بنوع من قماش، قماش عنبرجيز يعرفوا، والعلامة التجارية هي الدستور، وكانت سنوات الجنون بالدستور في تلك الفترة. وفي تلك الفترة أيضا في ديسمبر سنة 21 سافر وفد إلى باريس، وحسب جريدة الوزير في تلك الفترة وفد كلفه الشيخ عبد العزيز الثعلبي بالتفاوض مع السلطات الفرنسية للحصول على دستور، وتوجه الوفد عن طريق الباخر بطبيعة الحال، وكان حاملا لحقيبة كما قال في جريدة صاحب الوزير، حقيبة منمقة بأنامل أبرع السراجين وكتب عليها الدستور للوطن، فرازي الفليجة، وكانوا يروحوا بدستور، لكن دستورنا نحن نضعه ولا يضعه غيرنا. صور أخرى على وفد الأم الذي توجه للباي محمد الناصر اللي طلب دستور، أما العمل بدستور 1861 إعادة العمل به أو وضع دستور جديد، ووفد الأمة ووفد الأربعين. ولكن بعد أن خرجوا تم اعتقال شيخين لمدة ساعات في ذلك الوقت، وهذه الفترة أيضا حرية بالدرس لأن فيها مخاض فكري كبير في عرفته تونس، وتطور الفكر السياسي التونسي متطور جدا بالرغم من محاولة التعتيم أو المرور مرة الكرام على بعض المحطات التاريخية الهامة. إن شاء الله نثريه المعرض هذا لكثير من الوثائق. إن شاء الله نعتمدوا على المراجع الموجودة في معهد تاريخ تونس المعاصر في الأرشيف الوطني. الأرشيف الوطني اعتمدت على عدد من المراجع بالأرشيف الوطني، ولكن هناك مراجع كثيرة للأسف لا توجد في تونس. إن شاء الله تتم الإضافات في الجناح الجديد هذايا، خلد وذكر المقاومة، ذكر النضال الوطني كله. هذه الثغراء ممكن نعمله حتى جناح بالنسبة إلى الثغراء، لأن العديد من الصور، ولدي أيضا مجموعة من الصور على ذمة الدولة التونسية وعلى ذمة الشعب التونسي. الثغراء هي لأبي علاش الثغراء، لأن كلمة الثغراء اللي ترجع إلى أبي علي الثغرائي، وتمثل الصورة التي تمثل شعار الدولة.
البعض لم يفهم هذا، وكانت موجودة في نص المشروع دستور الطغراء، وكان يقول ما كنت أوثر أن يمتد بزمني حتى أعيش دولة الأوغاد والسفك. وجاءت الفتوى في تركيا أو في الدولة العثمانية، هل يمكن وضع الطغراء فوق البسملة العلوية؟ يعني على الصورة قبل البسملة. وجاءت الفتوى من أحد المشايخ بناء على ما ورد في سورة النمل، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، إنه هذا من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا يمكن وضع الطغراء فوق البسملة انسنادا إلى هذه الآية. كتاب كريم قال تركيا إليه. نعم، وإن شاء الله في معرض بكثير من الوثائق الأخرى إن شاء الله التي حتى تكون تونس نبرز العالم أن لدينا تاريخ عريق وأعرق بكثير ممن يتوهمون أننا يمكن أن نستلهم منهم. نحن مفتوحون على استلام كل الحلول، ولكن لدينا حلول تونسية خالصة، ونعتز بتاريخنا ونعتز بماضينا، ونعمل من أجل مستقبل أفضل، ولا ننسى أبداً شهداءنا ومن قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن من أجل الاستقلال، ثم بعد ذلك من أجل التحرر، من أجل الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.